نحن يعني بعصر هذا الشيء اللي ماسكينه طول النهار وعم نقلب فيه، هو سلاح كثير خطير وكثير مفيد. يعني هو نعم حتى حول، يعني صار في شيء بالإعلام اسمه إنه صحفي مواطن صحفي. كيف؟ مواطن الصحفي هو صار في عندنا صحفي مواطن صحفي. اوكي مواطن الصحفي هو أي شخص، مثلا أنت كنت مارر بشارع معين فصار في حادث، فأنت فتحت الكاميرا وصورت، يعني هذا يعتبر مواطن صحفي. مواطن صحفي. يعني أنت قدمت مادة صحفية اها للكل، عرفت؟ صح فيعني فالكل صار هيك، فهي يعني سلاح مهم وضروري للكل، والكل اللي بيقدر يستفيد منه. يعني أنا دائما بيقولوا لي مثلا إنه بدنا شيء عن التقديم، أعطينا قواعد، أعطينا كذا، إنه طيب افتحوا اقرأوا على الإنترنت، وافتحوا هي الموبايل وحطوه، تصوروا وانقذوا حالكم. تسجيل الصوت نفس الشيء، تماما افتح المسجل الصوتي، أي خبر بيطلع عندك مثلا، أو مقطع مو ضروري خبر، إعلان، درس قراءة، اللي هو إنه افتحوا واقرأوا وأنت قيم حالك، لأنه الواحد إذنه بتلقط الخطأ. فيعني مو بس الاذن، كمان انه انت لما بتشوف حالك على الكاميرا كمان بتلقط الخطا. فيعني هو شيء كثير حلو ومقدم. يعني انت هلا من مكانك في انت فيك تعمل مقابله مع حدا من استراليا اللي هو القسم الجنوبي باخر الدنيا، وتكونوا بنفس التوقيت، وصح لها فرصه. هذا الحكي اللي من 10 سنين كان شبه مستحيل. يعني تماما تفرح اذا علق لك شخص اجنبي على البوست، بس انه يعني انت عامل معه مقابله، نعم فهو نعم شيء كثير حلو وسهل، سهل كثير عمليات. يعني اكيد عالمه عالمه جل